وزادكم في الخلق بسطة. يعني أنتم فيكم ميزة أن الله زادكم في الخلق بسطة. بسطة يعني قوة، بسط الشيء والسعة. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن طالوت: وزاده بسطة في العلم والجسم. والشيء البسيط يعني الشيء الواسع مبسوط. احنا عندنا بسيط يعني شنو؟ قليل. هذا خطأ. بسيط يعني مبسوط يعني الواسع. ولذلك الواحد عنده تفسير الوجيز والوسيط. الوسيط متوسع، الوسيط والوجيز الأقل. فالوسيط هو الواسع، وليس الوسيط الذي نستخدمه نحن بمعنى القليل أو اليسير.